لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. العروسة ديالي غداية، العروسة ديالي غداية، عروستي غداية غدا، هيا هيا لبستها وتاني البيض وهي مجازة وتاني، هيا عروستي الحبيبة ديالي مجازة عروسة، مجازة عروسة يا رب تقبلها عندك، يا رب تقبلها عندك، أنا مصيفتها لك يا رب تقبلها عندك ربي بيبي. هاي بنيتي هاي بنيتي هاو محبوب الله تبينا، بسلامة شيماء، بسلامة بنتي، بسلامة بسلامة شيماء، بسلامة شيماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصريح خطير يبكي الحجر لنور الدين زوج المغربية شيماء بن سعيد في أول ظهور له بعد وفاة زوجته، ويكشف لأول مرة عن مفاجأة ستهز قلوب المغاربة. شاهد ماذا قال: ولكن قبل البدء نستحلفكم بالله العلي العظيم أن تترحم على المغربية شيماء رحمها الله وتضغط لايك لهذا الفيديو. وفاة المؤثرة المغربية شيماء بن سعيد المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بالأراضي الإماراتية بمرض السرطان الحاد، حيث كانت تركض في المستشفى ولتلقي العلاج اللازم، وفجأة ساءت حالتها ودخلت العناية المركزة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة. لكن ما صدم الجميع وأبكى المغاربة هو ما قاله زوجها نور الدين، حيث نشر آخر صورة تجمعه مع الراحلة في حسابه على الانستجرام معبرا عن مدى حزنه لفراق زوجته وشريكة حياته شيماء، الشيء الذي أثار استعطاف جميع متابعيه والمغاربة خاصة. لكن ما هز المغاربة هو تصريح زوج شيماء قبل قليل، حيث صرح قائلا: أشعر أن حياتي قد انتهت، أنا في قمة الحزن والتعاسة لفراق زوجتي، ففراق كان كالصاعقة، وللعائلة فشيء كانت رمزا للأمل والسعادة في حياتي، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طفي نورمال نعيش أنا وياك، نبكي وأنا وياك، نضحكوا أنا وياك، نموت وأنا وياك. لا لا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأسف يا جماعة، معانا النهاردة خبر محزن جدا عن المؤثرة شيماء زوجة نور الدين براهيمي التي كانت تعاني قبل رحيلها. وأطلب من كل اللي بيسمعنا دلوقتي أن ينزل يدعي لها بالرحمة والمغفرة في خانة التعليقات إذا كنت تعرفها أو ما تعرفهاش. اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل بالحديث عن المؤثرة والتيك توكر المدعوة شيماء، والتي كانت تظهر مع زوجها في كل فيديوهاتها. وكانت هذه المؤثرة قد أصيبت بمرض سرطان الدم الحاد، وكانت تركض منذ فترة قصيرة في المستشفى قبل أن تأسو حالتها وتدخل في غيبوبة لتفارق الحياة بعدها بساعات قليلة فقط. ولعل ما لفت انتباه الجميع هو اهتمام زوجها بها في فترة مرضها، ولم يتركها وحيدة، ولكن وللأسف تركها في الماضي القريب وخلاها ترتدي ملابس غير محتشمة وضيقة أمام أنظار الناس. في واجب على كل مؤثر ومؤثرة في بلاد المسلمين مراجعة أنفسهم قبل فوات الأوان، ولا تخلو صفحات التواصل الاجتماعي في هذه اللحظات من الحديث عن المؤثرة والتيك توكر مصانعة المحتوى شيماء،
والتي لم يمضي على زواجها سوى 8 أشهر فقط. وكان زوج هذه المؤثرة قد نشر عدة فيديوهات في الأيام الأخيرة وهو يزور زوجته ويقدم لها الهدايا ويواسيها. وظهر هذا الأخير منذ ساعة على صفحته وأعلن وفاة زوجته متأثرة بمضاعفة السرطان، ودعا متابعين المؤثرة في بلاد المسلمين إلى ضرورة التوبة قبل فوات الأوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. غداي هلا روسة ديالي، غداي عروستي، غداي غدا، هاي البسة وتاني البيض وهي مجازة وتاني، هاي عروستي الحبيبة ديالي، مجازة عروسة، مجازة عروسة، يا رب تقبلها عندك، يا رب تقبلها عندك، أنا مصيفطها لك، يا رب تقبلها عندك، يا ربي حبيبي، هاي بنيتي، هاي بنيتي، ها محبوب الله تبينا. سلامة شيماء، سلامة بنتي، سلامة، سلامة شيماء، سلامة شيماء، ها العروسة ديالي غداية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا 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 السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو. الفيديو عندي شي اسئله لشيماء، بغيت نسولك ليا بالقعد ودير كاع غنسولك وجاوبيني صافي. قولي ليا شنو هي الحاجه اللي ما كرهتيش، اللي ما كرهتيش انك ديريها دابا وما قادراش؟ قلتها القبيله. شنو هي؟ باغا ندير شوبينك، باغا نرجع للحياه ديالي. يلا غمضي عينك. او السربه، خليك هكاك، خليك هكاك، خليك هكاك، خليك هكاك، خليك هكاك. بوو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 و
تخليش تصدم والله يا شديار. كيفاش انا نسمح فيك ونروح، كيفاش نخلي قلبك مجروح، يا بالشابة عمري وين بتروح، يا عمري وين بتروح. كيفاش انا نسمح فيك ونروح. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.